حكم سطنجة كنحتاجوا ديال واحد القرار وزاري صدرته وزاره التعليم العالي في 8 غشت الماضي. هذا القرار اللي جا كيدمج لازانسام مع مؤسسه جامعيه اخرى فيما يسمى بالبوليتكنيك. هذا القرار جا في واحد الحيثيات غير ملائمه تماما، ولم يشرك كل الاطر التربويه بل حتى الركيزة الاساسيه اللي هي احنا طلبه انصا. وبالتالي احنا طلبه انصا في مختلف بقاع المغرب كنطالبوا بسحب انصا من هذا المرسوم، وكنعلنوا غضبنا ورفضنا هذا المرسوم تماما. احنا ما كنطالبوش باسقاط المرسوم، احنا كنطالبوا فقط بسحب المدارس ديالنا من هذا المرسوم. انصا طنجه هي اول انصا في المغرب، عندنا 18 سنه ديال الخبره اللي من خلالها تمكنا ان الاسم ديالنا يبرز في سوق الشغل في المغرب وخارج المغرب، ولي لوغيا ديالنا خدموا باش انهم يوسعوا لو ريزو دو لوغيا. ما يمكنش بجيو قرار واحد نضربوا عرض الحائط هاد المجهودات كاملين ونطمسوا الهويه ديالنا. حنا هنايا كنعلنوا على الغضب ديالنا، وحنا ضد هذا القرار، وحنا مقاطعين الدراسه حتى يتم السحب ديال لازانسا من هذا المشروع. طلبه انصا رافضين رفض تام لهذا القرار، انه قرار غير مهيكل، ما خداش واحد التخطيط او دراسه مسبقه، هو قرار ما عندوش واحد دفتر تحملات، ما كاينش واحد التصورات شموليه اللي كتوضح وكتبين الكيفيه اللي غادي يتم التطبيق ديالها لهذا المشروع. هو اصلا ليس بمشروع، هو فقط عنوان مشروع، كانك عطيتيني نوقع على واحد الورقه بيضاء فيها فقط العنوان بدون مضمون. هادشي اللي غادي يخلي المصير ديال ما سيسمى بالبوليتكنيك في ايادي تصورات وتاويلات كل جامعه على حده. لذا فحنايا متشبتين بالمدرسه ديالنا وغادي نكملوا في النضال من اجلها، وهذا لا يعني اننا ضد الاصلاح، بالعكس نحن مع الاصلاح لكن ما ضد الهدم.